تستمعون إلى العدد الأول من مجلة بيم إربيا بصوت دعاء يوسف، مقال بعنوان تكنولوجيا البيم بين النظرية والتطبيق بقلم كمال شوقي. قبل الخوض في أي تفاصيل عن هذه التكنولوجيا، دعونا نسرد سوياً ما هي الخطوات الأساسية في المشروع. فنجد أنها تبدأ بفكرة فتصميم فحسابات فمخططات فتسعير فتحديد خطوات العمل وأوقاتها ثم تنفيذ وصولا إلى التشغيل والصيانة. إنها ببساطة خطوات أي مشروع هندسي، أكان كهربائيا أم ميكانيكيا أم إنشائيا أو معماريا. هذه هي الخطوات لأي مشروع هندسي. فأي مبنى صناعي كان أم تجاري أم سكني يتطلب إنشاؤه تعاون مهندسين من مختلف الاختصاصات، كل يقوم بدوره أثناء كل خطوة من خطوات المشروع. لكن المشكلة الكبرى تقع في ضعف التعاون أو الفهم الخاطئ الذي يقع بين المهندسين مختلف الاختصاصات، الأمر الذي قد يولد مشاكل كبيرة أثناء تصميم المشروع ومشاكل أكبر أثناء تنفيذه، ناهيك عن الوقت الضائع الذي يعد هندسيا خسارة اقتصادية ومعنوية. من ناحية أخرى، لطالما عانى المهندسون من طرق عمل البرامج الحاسوبية التي تعتمد أساليب تشبيهية للمباني، مثل اعتماد برامج التحليل الإنشائي على الأناليتيكال موديل، والتي على الرغم من أنها تشكل قفزة نوعية في مجال التصميم الإنشائي ولا تزال إلى أنها تسبب بعض المشاكل التصميمية، لا سيما إذا تم استعمال البرامج بطريقة غير احترافية خاصة من قبل الطلاب والمهندسين المبتدئين. وثانيا، تساعد المهندس على إنتاج المخططات المختلفة والمفصلة وجداول الأسعار وجداول التوقيت بشكل تلقائي بعد الانتهاء من النمذجة. باختصار، إنها البرامج التي تعمل وفقا لنظام البيم Building Information Modeling. بعد أن تعرفنا على تعريف تكنولوجيا البيم في مقال آخر، سنتعرض الآن لسؤال بعد أن سردنا بعض المميزات الجديدة لهذه التكنولوجيا التي تعالج بعض القصور في الطرق المستخدمة حاليا. معظم خبراء نمذجة معلومات البناء يدعمون بإخلاص التوجه نحو مساعدة الآخرين ليتقنوا استخدام هذه التكنولوجيا، وليشجعوا التعاون المبكر بين المصمم والمنفذ من أجل بناء منشآت أفضل وتطوير صناعة البناء في منظور أوسع. ولكن أنا ندرك أيضا الصعوبات التي تعترض هذا التوجه، والتي تتمثل في قدرتنا على تسويق وإظهار قيمة هذه التكنولوجيا لأصحاب المشاريع وشركات التصميم والتنفيذ. وأيضا البشر يقاومون عادة التغيير، وهذه التقنية تحتاج تغييرا كبيرا، بل إنها ستؤدي في الواقع إلى تغيير في ثقافة الشركات التي التزمت بمعايير التي تفرضها عملية تبني هذه التقنيات الثورية. إن نجاح عملية التسويق وإنجاز التغييرات المطلوبة لنجاح تطبيق مفاهيم البيم لهو أكثر أهمية من تطوير التقنية ذاتها. نحن البشر نرغب دوما أن نرى ما حولنا بوضوح، لكن من ناحية أخرى لا نتمنى هذه القدرة للآخرين. بكلمات أخرى، نحن نحاول دوما إخفاء التفاصيل التي لا ترقى لمستوى المعايير المقبولة، ونظهر بوضوح التفاصيل التي نفتخر بها. وبما أن تقنية البيم لا تستطيع إخفاء الكثير، لذلك نعتقد أنه يلزم بعض الوقت ليتم قبولها والتعود عليها. تتطلب تقنية البيم المزيد من التعاون، وتجبرنا على التعامل مع زملائنا بشكل مختلف. لذلك هي من وجهة نظر علم النفس تطور صحي، وإن كان الانتقال إليها ليس أمرا يسيرا، الحاجة للتعاون ستقوم إلى تعميق تطور روح الفريق وتجعل أفراده أكثر ارتياحا لتبادل المساعدات فيما بينهم والتشارك في المسؤولية عن المنتج النهائي. أعضاء الفريق سيحترمون أكثر النقاط التي يتشاركون بها كما يحترمون النقاط التي يختلفون فيها. استخدام هذه التقنية سيعزز أيضا روح التعاون بدلا من روح المنافسة، وسيكون الجميع فخورين بالنتائج المشتركة لعمل الفريق. كل هذا بالنسبة للمهندسين، فماذا عن الشركات وخوفها وترددها من تطبيق هذه التكنولوجيا في مؤسساتها؟ تقنية البيم تستخدم في تيسير عملية التصميم والرسم والبناء، التسعير ودراسة نفقات المشروع،
التحقق من سلامة المبنى باكتشاف الأخطاء بسهولة، ما يقلل المخاطر. دراسة المبنى بيئياً، ما ينعكس على الحياة الاجتماعية والصحية. اختصار الوقت والجهد، تنسيق وتعاون أكبر من تخصصات الهندسة المختلفة. زيادة ثقة العملاء والجمهور، زيادة إنتاجية الموظف. مع جميع المميزات المذكورة سابقاً، إلا أن هناك حواجز تمنع بعضهم من التحول إلى تكنولوجيا جديدة، فهم غير مستعدين لتبديل ما اعتادوا استخدامه. سنتحدث الآن عن الحواجز التي تحول دون الانتقال إلى برامج البيم. مخاوف سير العمل التي تتملك المبتدئ، حجم الشركة وتخصصها، مستوى مهارة المستخدمين الحاليين ومدى استعدادهم للتطوير، تكلفة التدريب، عدم الاستعداد الذهني لقبول فكرة التحويل إلى تكنولوجيا حديثة، عدم الرغبة في استثمار الوقت والمال اللازمين للانتقال إلى منصة جديدة، تكلفة أجهزة كمبيوتر جديدة بمميزات أخرى تختلف عن الحالية لتلائم البرامج الجديدة. وهذا ما يجعل الأوتوكاد خيارا مهما لسنوات عديدة. يتطلب الانتقال إلى برامج تكنولوجيا البيم تغييرا في طبيعة التفكير السائد حول نمذجة المشروعات وبنائها، ويحتاج إلى تطوير عمليات الإدارة. فالانتقال إلى برامج تكنولوجيا البيم يعني تخفيض عدد العمالة وتقليل الموظفين، ولكي يحدث ذلك يحتاج إلى الانتقال إلى تطوير الكادر الوظيفي الحالي، وهذا قد يكون شاقا على الأشخاص الذين اعتادوا على الأوتوكاد وأتلفوا معه. مع ذلك يجب التفكير في فوائد والمنافع التي يمكن جنيها من التحول إلى برامج تكنولوجيا البيم. ولا أحد تعرف على برامج تكنولوجيا البيم إلا واندهش من أدائه وقدرته على تحسين المبنى ورؤيته وتوثيقه، مع ما فيه من منافع الحفاظ على سلامته ومتانته. كل ذلك يلخص حقيقة أن الأوتوكاد وبرامج تكنولوجيا البيم هي منتجات رائعة، وقرار الانتقال إلى برامج تكنولوجيا البيم أو غيره يخص المستخدم وحده بما يتلائم مع احتياجاته. أوتوكاد أم ريفيت؟ دائما أقول أنه لا غنى عن البرنامجين، فالأوتوكاد هو أهم برنامج ثنائي الأبعاد في العالم، وهو يعمل بأسلوب تكنولوجيا خاصة به. أما الريفت فهو أهم برنامج في العصر الحديث يستخدم تكنولوجيا البيم، لذلك يفضل أن يكون لدى المستخدم القدرة الكافية من معرفة كلا البرنامجين، مبتدئا بالأوتوكاد ومنتهيا بالريفت. ولذلك لا أشجع ترك الأوتوكاد على وجه كامل والانتقال إلى الريفت، إنما تطوير معرفتنا وخبراتنا بتعلم الريفت وإجادته جنبا إلى جنب مع الأوتوكاد. وعندما يسقط العالم الأوتوكاد من حسابه، وقتئذ أقول لك انسى الأوتوكاد. هل فكرت في خطوة الانتقال من الأوتوكاد إلى الريفت؟ هل انتقلت فعلا؟ أم استبعدت الفكرة؟ اسمح لي أن أعرف ذلك في التعليقات.